عندي بغيت غير ندوز لكم اخوتي العزاز رقم خمسه رقم انا خمس سنين عند ريان جلس خمسه السوايع في البير. الاسم العائلي ديالو فيه خمسه ديال 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 الحروف. مات مع طاح في البير مع الخمسه وخرجت الروح مع الخمسه، هادشي اللي قالوا لي الاخوان. ولكن الغريب في الامر ان مو حامله بخمس شهور. الغريب في الامر ان مو حاملة بخمس شهور، يعني الأم ديال ريان حاملة الشهر ديالها الخامس. خوتي احتراما لكم، لان كما شفتوا دابا كاين اجواء شي شويه مأطره، وتا النفسيه ديال الواحد راها طايحه حتى بحالها. خمس ايام هي بيضه في الاخر، كانت تنظن تنقولوا عذاب وهذه، ولكن كانت رسائل من الله سبحانه وتعالى على الروح الطاهره ديال ريان، ووصلت الحمد لله. فالتأم التأمت الشعوب والديانات، انا تنقول فلنجعل 5 فبراير يوم عالمي للتصالح، لان عائله تصالحات. وانا شي حوايج انا توصلت بهم، مازال غادي نرتاح ان شاء الله وغادي نخرجوا خطنا المغرب. الرقم 5 يعني كان من بين يقدروا نعتبروه من بين الارقام اللي تعيسه بالنسبه للمغرب. غادي نبدا نهضر مع خوتي وعافاكم، هاد لان راه غير احتراما لكم. عندي بغيت غير ندوز لكم خوتي العزاز رقم خمسه رقم انا خمس سنين عند ريان جلس خمسه السوايع في البير. الاسم العائلي ديالو فيه خمسه ديال 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 الحروف. مات مع طاح في البير مع الخمسه وخرجت الروح مع الخمسه، هادشي اللي قالوا لي الاخوان. ولكن الغريب في الامر ان مو حامله بخمس شهور. لا اله الا الله، يعني الام ديال ريان حامله الشهر ديالها الخامس. لا اله الا الله محمد رسول الله. لا اله الا الله اخواني، الله يصبر هاد الناس، الله يصبر هاد الناس. اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.